سنقول لك اداء ما اداء ما والو اخويا، جيبوا لينا ولاد البطوله، حنا بغينا ولاد البطوله اخويا، بغينا ولاد البطوله اللي يجيو لعندنا يلعبوا، ما هاد اللعابه اللي عندنا لا والو. حنا ما كناش متوقعين هاد الهزيمه امام منتخب جنوب افريقيا، لعبنا بشكل ما كناش كنلعبوا به ديجا، وما لعبناش فيه في كاس العالم، وكان ضغط كبير على اللاعبين ديال المنتخب المغربي، وشفنا في اخر مباراه سيس حصل على بطاقه حمراء. المهم تنظن انها ما كثرتش بشكل كبير، ولكن اليوم المنتخب المغربي ما لعبش بالطريقه اللي كان خصو يلعب بها، كما كنلاحظوا غياب ديال الحكيم زياش اللي اثر بشكل كبير باين على المنتخب المغربي، وكنتمنى ليه ان شاء الله في قادم المسابقات الفوز. وما نساوش الانجاز اللي قمنا به في كاس العالم، هذا الشيء ما خصوش ياثر علينا بشكل كبير، حيت المنتخب المغربي كيبقى منتخب كبير رغم هذه الهزيمه. هذه المنتخب راه والله هذا الماتش هذا ما عرفتش شنو جاهم، واش الدعوه ديال مصر والجزائر ولا المهم فهمتي، تعطاهم بزاف ديال الفرص، البيت الاول ضيعوه، البيلانتي ضيعوه، خويا اش غدير؟ راه عطاو فهمتي ربي عطاهم كاع الاسباب باش يربحوا وما داروا حتى شي حاجه خويا. راه هذا الماتش هذا والله لا ديما المغرب تيحاول يفرحوك شويه، كاين في الاخر تيحيدوا لك ديك الفرحه خويا، راه فهمتي والد ركراك مسكين ما عنده ما يدير، صافي خرج له زياش، خرج له بوفار، صافي مسكين فهمتي دخل لي كان بغى يعمر ديك الفراغ ديال زياش وديال البوفال، ولكن راه واش غدير في الاخر؟ ما يمشي من ضيعوا بيلانتي صافي، عرفت راه الماتش كي داير وانيات 2025 ان شاء الله ولا 26 والله ما عرف اخويا. راه لعبوا ماشي ما لعبوش، الكره راه دارت فهمتيني، راه عاشت محاوله ضعيفه هذه لعبوها ماركا هو، اما راه الكره فهمتيني، اما الكره المغرب راه لعبوا راه قصروا فهمتيني، جات التشكيله دخل فيها في الاول ما تشكيله ما والو، الزنزونه بدا كيشري العتلي هو بدا كيشري، كنت دخل في الاول السيباري ودخلنا حارس في الاول، ما كناش موقعين ما صراحه ما فهمنا والو من حكيمي راه فهمتيني، ما فهمنا والو، جا ضربها الفوق طاعت فهمتيني، حتى الركراكي راه كيدير خطا اخويا ماشي فرقه ضعيفه كيطيح البلوك، وخرج عندها برايس لعب الكره، لعب الكره لقدام، راه فرقه ضعيفه راه ماشي هي باير ولا برتغال ولا شي حاجه، راه فرقه ضعيفه خرج عندها برايس فهمتيني، ديما مغرب اخويا. حنا ما كانش في المستوى، عندنا لعابه في مستوى عالمي، عندنا حكيمي، عندنا السيباري، ولكن يلعب في افريقيا كيحتاج لعابه بحال النقاش، بحال الرحيمي، كان خاصنا الرحيمي في اليميق، خاصنا لعابه اللي كيلعبوا في مستوى افريقي، هادشي اللي عندي ادريس بن العمري، لعابه اللي كيلعبوا في مستوى افريقي، اللعب ديال افريقيا ماشي هو ديال اوروبا. ديال المنتخب راه عادي كانوا غيابات ديال زياش وبوفال هما اللي اثروا على النتيجه بصفه عامه، كانت نتيجه للغيابات بالنسبه للاختيارات راه ما عندهم يدير، راه اللعابه اللي عنده راه حطوا، كان الحد ما ساعدناش في البيلانتي ديال حكيمي، وكنتمنى من القدام يعتمدوا على اللعابه ديال البطوله الوطنيه، وان شاء الله عقلوا عليها اليوم بعد 2024 ان شاء الله في المغرب راه غنديوها كونوا هانين. كنقول لكم هذوك اللي غادي نحقدوا سينونا في المغرب ان شاء الله، والله الا ديتوها من الاخر. ما بينه وبين متوسط، اداء متوسط هو اللي كيكشوف، كان زياش وبوفال كون راه شي حاجه في الشبكه الله اعلم، كان بغي وكان من غير في هاد الجوج كيديروا اخطاء بزاف، ما كانش تناسق ما بين اللعابه فهمتيني، ايوا نتمنى المره الجايه.